بحييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الام تي في. دائما شهر ايلول هو شهر استحقاقات على كل النواحي، خصوصا على الاقساط المدرسيه ودخول المدارس، ولكن عمل وزاره الاقتصاد والتجاره وخصوصا بما يتعلق بحمايه المستهلك على مدار السنه، لانه ليس فقط الاسعار يلي بتهم، انما النوعيه، الجوده وامور عديده. وكل ما تطور البلد كل ما صارت مطالب المستهلك اكثر، ونحن بنعرف انه اليوم حماية المستهلك موجودة على كل أراضي اللبنانية. وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عندها اتفاقات إقليمية ودولية وعربية حتى يكون لبنان بمستوى المفروض يكون فيه، ولكن بالداخل اللبناني دائما المواطن اللبناني يعاني من وضع اقتصادي معيشي صعب، ومعه طبعا في مراقبة مشددة مفروض تكون على كل السلع، على جودتها، على تواريخ، حتى المواطن يشعر انه هو بامان. اليوم بصيرني كثير اني استضيف المدير العام لوزاره الاقتصاد والتجاره السيده علي عباس، حتى ما عم نشوف وين صارت اليوم وزاره الاقتصاد مع معالي الوزير منصور بتاشي، اللي انا بوجه له تحيه، وكل العاملين معك ست عليا. اهلا وسهلا فيكم بمعنا بالحلقه. يعطيك العافيه لك ولجميع المشاهدين. لما بنقول وزارة اقتصاد وتجارة دايما بروح على بالنا أمور عديدة، ولكن المستهلك اللي بهمه حمايته، نعم، بالسعر وبالنوعية بالجودة، وهيدي أساس حياتنا بعتقد. صحيح. تفضلي اليوم نحن شو فينا نقول مع نحن مثل ما بتعرفي كمديرية حماية المستهلك يوميا عندنا دوريات على جميع الأراضي اللبنانية، ونحن من فترة من لما أنا استلمت المديرية العامة للاقتصاد والتجارة صار عندنا توجهات تانية بأي معنى. اليوم نحن من 1/1/2015 لمزيد من الشفافية، واللي الشيء بيساعدنا لأنه نحن عددنا قليل، بنستعين بطلاب الجامعات اللي هن بيجوا بينزلوا معنا بالدوريات على الأرض وبالأسواق، وبيخضعوا لتدريب قبل هيك طبيعي سريع. نحن لما بنجيبهم بنتخضعهم لتدريب يومين، مشكورة غرفة الاتحاد الغرف بيستضيفنا على يومين وبأمن كوفي بريك للطلاب، لأنه ما عندنا غرفة كبيرة تساع، لأنه بيجي عندنا 200-300 طالب خاصة على الصيفية. يعني هلأ نحن فليكسبل بالوقت لأنه لنسمح لهم بأوقاتهم الفراغ، نحن بنستفيد منهم وبنفيدهم أنه بيصيروا عندهم خبرة بالحياة وبيتعلموا، والأهم من هيك كله أنه بصير في عندهم ثقة بالدولة، لأنه نحن للأسف المشكلة الكبيرة بلبنان ثقة المواطن بالدولة وخاصة هالجيل الجديد، فكلهم بنسمع منهم انه هن متفاجئين انه هيك بتشتغل الدولة او هيك بيشتغل القطاع العام، فهيدي نقطة ايجابية انه هن عم بيشوفوا انه مش مثل ما بيتصور القطاع العام انه هو لا سمح الله كله حرامية وكله ما بيشتغل وكله فوضى، لا، في تنظيم وفي شغل وفي استراتيجي وفي بلان محطوط اشياء خطط للمستقبل، وعندنا كيف بدنا نشتغل، وبنفس الوقت بنستفيد منهم كأفكار شبابية هيدا الجيل الجديد، وبيساعدك على الأرض. بدل ما تبعتي مثلا دوريه شخص اربع اشخاص تبعتي مراقبين ومعهم ثلاثه تلاميذ، فبيعملوا الشغل منا مشكله. خصوصا انه اليوم المكننه موجوده وصرتوا عندكم، يعني فتوا بشيء اسمه سيستم التواصل بالضبط، يعني تطورت كثير المؤسسه. نحن بلشنا باول هالسنه فول اوتوميشن للوزاره، نحن يمكن بفتكر اول وزاره بالقطاع العام بلشنا الالكترونيك اركايفينج، بلشنا هلا كله الكترونيك الارشيف، بلشنا بحمايه الملكيه الفكريه بمصلحه حمايه الملكيه الفكريه، واستبتوا رح تكون اللي هي بنظري حتكون بدها شغل كثير اكثر عم نحضر لها، اللي هي الكونسيومر بروتكشن، حمايه المستهلك، لانه حمايه المستهلك نحن عم نطلع انه كثير نتطور فيها، يصير عندنا داتا كامله لكل المؤسسات بلبنان، تصير فيك تعملي ريسك مانجمنت، اليوم يكون في هيستوري لكل مؤسسه، وهالمعلومات نتبادلها بين الوزارات، لانه اليوم المعلومه اللي لازم تكون عندي لازم تكون عند وزاره الماليه، وتكون عندك يعني تقسيم قطاعي، اليوم في قطاع في مشكله معينه بكون انا عارفه كل حتى كمان ما تتوزع المسؤوليات، يعني ما تصير وزاره تزت على وزاره بالضبط. هي اذا صار عندي داتا واذا صار عندي جي اي اس فيني انا تابع مراقبيني على الارض من المكتب، هذا بتكون عملنا خطوه نوعيه كثير كبيره. بشرتوا باعدادها طبيعي، نحن هلا عم نكتب دفاتر الشروط شو بدنا نحن، والتنميه الاداريه مشكوره اللي هي عم تمولنا الاوتوميشن تاعت الوزاره، لانه نحن للاسف بالبادجت ما عندنا اموال لهالموضوع. بلشنا بحمايه الملكيه الفكريه وبالسكان دوك اللي هو استقبال كل المعاملات من الخارج، ويعني عم نتطور شوي وشوي لصير فينا نستعمل اشياء اونلاين، ما نقعد نعذب العالم تروح وتجي والى اخره. هلا بيبقى في عندك قصص متعلقه بغير وزارات، اليوم انا بقبل المعامله اونلاين فيني انجزها اونلاين، بده يدفع بده يجيب لي الايصال الى اخره، بعد هيدي مشكله مكنني. هلا طبيعي الامر القبض مكنن، بس بده يروح يدفع بده يجيب لي الايصال ما في يبعته اونلاين، يعني بعد ما صارت فول اونلاين هلا عم نشتغل عليها لتصير فول. كثير منيح. كلنا بنعرف كمان انه اليوم
كل ما تطورنا كل ما زادت المسؤوليات والمهام. صحيح. يعني دخل السنة الماضية موضوع مولدات الكهرباء. صحيح. وبعدنا لهلأ نيب دايما بتذكروا المواطن أنه نحن ما توقفنا اللي عنده أي إشكالية. صحيح. نحن يعني من كم يوم عاملين عشرات محاضر الضبط. اليوم في ناس التزموا في ناس ما التزموا. بس بحب أوضح شغلة. الوزارة ما وقفت. الوزارة بعد عم تتابع الموضوع بكل جدية. وكل يوم إذا بيجينا شكاوى حتى بدون شكاوى في عنا شقفة يعني قصهم من المراقبين بيروحوا على المولدات. لأنه للأسف الكبير صحيح صار في عنا أكثر بكثير التزام من أول ما بلشنا. صحيح. صار أكثر من 60-70%. بس 30% مش معقول يترك المواطن. لأنه المواطن شعر قديش فرقت عليه الفاتورة للأسف الكبير. وهذا الشيء مهم كثير نحن أنه نعمله. هلأ بيبقى عنا الشغلة اللي هي المشكلة الكبيرة عدم تعاون بعض البلديات اللي هي إلى مصالح للأسف. لأنه أنا اليوم لما بخالف وبضل مخالف وبضلني بعمله محاضر ضبط وببعتها على القضاء. وصرنا عم نعمل له كمان محضر ضبط عدلي نبعته بالأصول الموجزة. برضو مش عم يتربوا. بيتربى لما بصادر له المطار. لما بصادر المطار أنا بحاجة لحدا يدير المطار اللي هي البلدية. بالإجراءات الجديدة بدون يسلموا مسؤوليتهم للبلديات لأنه ما عم بتوفي معهم. يعني سلمون للبلديات. البلدية كمان هذه مسؤوليتها. كمان البلديات أهم مسؤولية عليهم هن المحافظة على الانتظام العام ويأمنوا الخدمات بالنطاق البلد اللي هن فيه. اليوم ما في بس يقعد رئيس البلدية لحتى أنه أنا رئيس بلدية للبرستيج. في عنده مسؤوليات بده يمارسها. في بلديات مشكورة كتير بتتعاون وبتساعدنا. وحتى إذا اضطرينا نصادر عم يديروهن للمطار. لأنه لما بضل عنده جشع وما بده يلتزم وما بده يعطي المواطنين حقهم عم نروح نحن نصادر مع أمن الدولة أو مع الأمن الداخلي عم نصادر المولد وينحطوا بعهدة البلدية. بس اليوم إذا واحد البلدية رفضت تصادر للأسف الكبير أنه اليوم في عندي حل من اثنين. أما أنا بدي أخذ المطار ومني عندي الجهاز ليديرهم. أنا مني جهة صالحة لديره. البلدية هي بتكون بالنطاق البلدي وبالتالي ما فينا طفيله إياه لأنه عم طفي الكهرباء عن العالم اللي هي خدمة أساسية. وبالتالي بتلاقي حالك قدام معضلة هون أنه عم تعملي له محضر واثنين وثلاثة ومش عم يتربى. والبلدية في إعادة نظر بموضوع لأنه عم بيقولوا ما بتوفى. في إعادة نظر بالتعرف نحن مش بعد لا نحن ولا وزارة الطاقة. نحن ولا مرة كنا منفكر أنه نحن لازم أصحاب المولدات مش جايين يتبرعوا. نحن عنا هي الفكرة واضحة كتير. بس بدهم يربحوا بحق الله بعدالة يعني مش بدون جشع. يعني أنا هلأ هالفترة عم يجيني كتير اتصالات مثلا وأدخل الاستوديو حكوني من الزوب بيقولوا لي طيب نحن فاتورتين كهرباء قد فاتورة موتور شهر. يعني مع أنه مش عم يصرفوا كتير. يعني إذا 79,000 ليرة على شهرين كهرباء 79,000 ليرة على شهر موتور وما عندهم شيء بالبيت. يعني شيء بس يعني على عداد ولا لا على عداد على عداد. إذا شاكين بالعداد فيهم يحطوا هن عداد جوا ببيتهم اللي هو ما حدا بيشوفه ويراقبوا اذا العدادين متساويين. ساعتها اذا لا سمح الله تبين انه صاحب الموتور عم يغشهم او حاطط لهم عداد بمرك اكثر ببين معنى من العداد الباراليل اللي هو بيصير مجبور انه يحاسبهم على العداد اللي بيقدروا يتواصلوا معكم. اكيد فيهم يتواصلوا على 17-39. واللي بحب اقوله وضحه هون نحن كان عندنا 3 خطوط عملناهم 7 من وقت ما بلشنا بحمله الكهرباء. هلا مرات بيعطي ما حدا عم بيرد. هو بيكون في ناس بيكونوا مشغولين الخطوط وحتى لأن مرات بتسجل يمكن على صحيح يعني. بس هو لما بيكون مشغول الخط بيعطيك ما حدا عم بيرد وما بتطلع على الانسرينج ماشين. لأنه لو ما بدهم يردوا بتطلع لك الانسرينج ماشين. بس لأنه بيكونوا عم بيردوا بس هذا سنترال بيعطي كأنه عم بيرن وما حدا عم بيرد. فيرجعوا يكرروا المحاولة. بتفهم العالم أنه مرات بتجرب كذا مرة لأنه في كتير عدد كبير من الاتصالات فما عم يفضوا الخطوط. أو يتصلوا بعد الدور ويحطوا على الانسرينج ماشين. أكحان إحنا عم نحط على الشاشة. نعم. كمان عم نذكر بال 1739 حتى فيهم يبعثوا يعملوا داونلود لكونسيومر بروتكشن لبنان. بفوتوا على الاب ستور بيعملوا داونلود لكونسيومر بروتكشن لبنان. فيهم يبعثوا على هاي الابلكيشن. فيهم يفوتوا على ويب سايت الوزارة في محل الشكوى. فيهم يسجلوا الشكوى تاعتهم. فيهم يبعثوا شكوى خطية على الوزارة. يعني عندها 4 وسائل لنبعث الشكاوى. هلا طبيعي بفهم العالم تستسهل ال 1739 اللي هو أهون شيء. كان عندنا 3 خطوط لما صار في كتير ضغط على الشكاوى صاروا 7 خطوط. يعني ما عندنا موظفين نحن اللي نقدر نتحمل اكثر من 7. طبعا دائما مع استحقاق مدرسي بتدخل موضوع الكتب المدرسيه. نعم. عم بيقولوا لي في فاصل وبعد الفاصل نحكي بالكتب المدرسيه بنحكي بالتامين وامور اخرى. اوكي. ما
نتابع مع مديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة سيدة عليا عباس الحال عنا. ست عليا، وصلنا لموضوع الكتب المدرسية. وهيدي شغلة مهمة، خصوصا ما يجري اليوم من دولرة، وكلنا بنعرف اليوم السوق قديش تعبان تجاريا، حتى بتنعكس كمان على المحلات التجارية، سوبر ماركت وغيره. هل من مسؤوليتكم كمان مثلا صيارفة إذا تخطر السعر الرسمي أو شيء، أو مسؤوليتنا نحن بالنسبة لسعر الصرف؟ بالنسبة لسعر الصرف ما إلها دور وزارة الاقتصاد، لأنه اليوم أنا إذا بروح وما عندي صلاحية أخذ إجراء فبكون عم ضيع وقت يعني. وبالتالي هي جمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، يعني هن اللي عندهم هذه المسؤوليات هاي. نحن اليوم مسؤوليتنا إنه نتأكد إنه كل اللي بيبيعوا للمستهلك النهائي حاطين الأسعار بالليرة اللبنانية. وممنوع يلزموا المواطن أو المستهلك النهائي أنه يدفع بغير الليرة اللبنانية. هلأ طبيعي ما في شيء يمنع، إذا أنا بوصل على صندوق ما معي إلا دولار وبدي أدفع، أنا اخترت أن أدفع دولار مش أنا يلزمني حدا، ما في شيء يمنع. بس مجبور التاجر أو المكتبة أو حي الله حدا هو اللي بده يبيع، عن التاجر المفرق، أنه يحط أسعاره كلياتها بالليرة اللبنانية وأنا أشوفها بالليرة اللبنانية. هلا اذا بده يحط بالدولار لانه كتب اجنبيه او شيء، بده يحط مقابيلها بالليره اللبنانيه، ونحن بدنا نحتسب انه محسوب الليره اللبنانيه على اساس سعر الصرف الرسمي اللي صادر عن مصرف لبنان. وممنوع انه يلزم المواطن انه لما بده يجي على الصندوق انه انا ما بقبض الا بالدولار. نحن عملتنا الرسميه الليره اللبنانيه، كل التجار والمحترفين مجبورين انه يحطوا السعر بالليره اللبنانيه، والمواطن له كامل الحريه انه يدفع بالليره اللبنانيه. لانه مرات بنفوت على مطارح بيحطوا السعر على سعر صرف الدولار 1508 او 7، يعني فوق شوي من السعر الرسمي، بتبقى معلنه يعني بشوفها المواطن معلنه. هيدي لها طريقه ولا هيدي لازم يلاحقها مصرف لبنان؟ يعني مش نحن بنلاحقها السعر الصرف، في سعر صرف رسمي اللي نحن بنعتمده اللي بيصدر عن مصرف لبنان، هذا اللي بنعتمده وبنتبلغ، وبنتبلغ الافريج اللي لازم نستعمله. حتى نحن مرات يمكن في عقود مع برا بتكون بالدولار، فبيكون عندي سعر رسمي للصرف بستعمله لما بحول للريال. مثل اسعار البنزين، اسعار المحروقات، حتى اسعار المحروقات. هلا اليوم المحطات عم تشتكي انه انا عم بدفع بالدولار. وزاره الاقتصاد ما لها علاقه بين محترف ومحترف، يعني بين تاجر وتاجر، بين تاجر جمل وتاجر مفرق، ما عندي صلاحيه انا تابع هذا. في القضاء، في عقود بيناتهم، العقد شريعه المتعاقدين، عاده القانون عم يحمي الضعيف اللي هو المستهلك النهائي، وعندي صلاحيات اذا بحال صار في مخالفات اني اخذ اجراءات. بينما بين تاجر جمل وتاجر مفرق اللي هن بيعتبروا اثنين محترفين، ما في صلاحيه لوزاره الاقتصاد بهالنقطه هاي، وبالتالي ما فيني اتدخل. بس بالنسبة للتاجر المفرق اللي بده يبيع المستهلك النهائي، ملزم هالتاجر المفرق انه يحط كل اسعاره بالليرة، وممنوع يلزم المواطن انه يدفع بغير الليرة اللبنانية. حتى بالمؤسسات يلي في اشراف من الدولة، مثلا تاتش الفا، يعني الناس اللي بدها تدفع كمان محددين سعر دولار غير السعر الرسمي ومعلن. هيدي بتنطبق للأسف في نقابة اصحاب محلات الخلية، او هي مشروع نقابي يمكن. او شيء طلعت تسعيرها ووزعتها وهي ما عندها الصلاحية. احنا بعتنا كتاب للمدعي العام المالي ليلاحقهم، لانه عم يعملوا شيء مش من صلاحيتهم، عم يعملوا بلبله بالسوق. اليوم ما في اللي بيطلع تسعيره الاتصالات بتطلع عن وزاره الاتصالات، عن وزير الاتصالات، ما فيها تيجي نقابه اجى على بالها لانه عم يتغير سعر الصرف او اي شيء، هي تعمل اسعار وتوزعها على المحلات وتقول لهم التزموا فيها. فنحن عملنا كتاب ووجهناه للمدعي العام المالي وحكينا معه لحتى يلاحق هذا الموضوع. بنتقل لموضوع ثاني، هو موضوع التامين، لانه كثير عم جينا انه في عدم، في اخلال بعقود التامين. وانا بعرف وزاره الاقتصاد والتجاره، انا بدي احكي بس كلمتين بهذا لانه ما تابع للمديريه العامه للاقتصاد والتجاره. في لجنه، هي لجنه الرقابه على هيئات الضمان، واكيد هي عندها بتستقبل شكاوى. فاللي عنده مشكله يقدم شكوى للجنه، واكيد انا بعرف من خلال وجودي بالوزاره انه بتتابع على الاخر اي شكوى بتتقدم. واللجنه موجوده بوزاره الاقتصاد والتجاره، لجنه مركزها بشارع المصارف، كانت مركزها بوزاره الاقتصاد والتجاره، تقريبا لهم حوالي سنه او اكثر شوي، نقلوا على بشارع المصارف محل ما كان في هيئة الأسواق المالية. فيهم يروحوا يقدموا لهم شكاوى مباشرة، بحطوا شكوى وبيوصفوا شو الوضع، واللجنة هي بتتابع مع شركات التأمين. يعني أنا هلقد فيني أقول لك عن هالموضوع لأنه مش اختصاصي، في رئيسة لجنة يمكن فيكم تتواصلوا معه وتستوقفوا. ست عليا، بنعرف نحن اليوم في كتير إجراءات اتخذت مع الجمارك، في كتير أمور اليوم بده بلش يلمسها اللبناني حتى تحميه. ولكن عم يدخل مرات مثل الألعاب مثل غيره، قديش أنتو
كمان كوزارة قادرين تضبطوا أمور تدخل على البلد وفيها خطر على الأولاد مثلا أو فيها على المجتمع؟ أو نحن عادة اللي بيجي على المرفأ موزع الأسس بالقانون وواضحة صلاحية كل وزارة وين بتبدأ وين بتنتهي. هلأ كل سلعة بتفوت على لبنان لتصير بالاستهلاك بالأسواق للاستهلاك في جهة رسمية معينة هي بتكشف عليها، سواء وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة أو وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة أو معهد البحوث الصناعية حسب السلعة. نعم. وكل وزارة المفترض تكون عم تقوم بشغلها. هلأ نحن كذا مرة لاحظنا مثلا بالأسواق الفروض اللي فيهم حب، يعني هذه مثلا صغير، هذه ليش بده ولدي حطها بتمه مثلا او حطها بتمه او ولدي او ولد بتجي بعينه او شيء، هذه بنطلع تعميم انه ممنوع بيعها. نعم. يعني كذا تعميم وبيفتشوا المراقبين بالمحلات الالعاب اذا بعدهم عم بحطوا منها. يعني عم بعطيك اكزامبل، هذا مثل من الامثال، من امثال. هلا في عملنا 2 اويرنس هيك عن الالعاب، وهيك وحده بالسيتي مول ووحده عملناها بسانتر فيل. هيدي كانت حملات توعيه للاطفال، مستهلكين الاطفال. نحن صرنا هلا عم نقوم بحملات توعي للمستهلكين الأطفال، لأنه الولد اللي عمره 10-12 سنة ممكن أهله يتركوه يروح يشتري لحاله. صحيح. فإذا ما وجهتيه وعرفتيه وثقفتيه بالحقوق اللي إله بالمستهلك، بمعنى أنه الحقوق اللي بتحميه بالآخر، يمكن اللي يشتري روح شوكولا إكسبايري ديت وما يعرف أنه هيدا ولد. فنحن عم نقوم بحملات لتوعية المستهلكين الأطفال، وهيدي كانت استراتيجي تاعتنا اللي هي من 2018 لل 2020، ولحد هلأ عم نفوت على المدارس عم نعمل حملات توعية. وبنفس الوقت عملنا حملتين كبار، واحدة بالسيتي مول وواكبنا الإعلام وواحدة واليوم الجديد، يعني اليوم بعرف دايما عم بتتابعوا تطور ما. نعم. اليوم عم نركز كمان على الإي كوميرس، لأنه مثل ما بتعرفي التجارة الإلكترونية هي ترند هلأ. فبالتالي هاي بصراحة أنه في صعوبة بالرقابة، لأنه مش عطول أنت بتشتري من ويب بلبنان. أو مرات حدا بيحط شيء على الويب سايت بعد شوي بيختفي ببيعك الشغلة بغشك فيها وبتختفي. عم نتعاون مع الجهات الأمنية ومع الجهات العدلية لحتى نوصل لهم لما بيجينا شكاوى بهالخصوص. اللي منحب نقوله أنه المواطن ما لازم يشتري من ويب سايت ما موثوق. يعني في ويب سايتات موثوقة وبتعرفيها، وإذا صار عندك مشكلة فيك تبعتي لهم إيميل وإلى آخره. ما فينا نفوت اليوم نشتري على الإنترنت من كيف من كان، لأنه بغالبية المرات ب90% من المرات إذا مش أكثر ما بيطلع لك السلعة اللي أنت شفتيها على الإنترنت. يعني فينا نقول للمواطنين هون عندكم الإمكانية في حال أنه تأكدوا إذا في إلى يعني في كلياتنا بنعرفهم المواقع الموثوقة معروفة، ما نسترخص أنه لأنه على الإنترنت. هلأ بتفهم العالم بهالوضع الاقتصادي بدها الأرخص، بس مرات بيكون الأرخص مضر أكتر من لما بدفع أكتر شوي لأشتري من برات من المحلات العادية. طبعا نحكي كتير عن سعر الرغيف، هل في من تغيير بسعر الرغيف؟ أبدا منعمل دراسة، ويعني أصلا الأرباح اللي عم تجنيها الأفران كافية وافية، ما في داعي أبدا يتغير سعر الرغيف. هلأ أني كانوا عم بيطالبوا واجهناهم بدراسة أنه أنتوا أرباحكم هالقد، فما في داعي أبدا نزيد سعر الرغيف، لأنه دايما الرغيف هو يعني هيدا لقمة المواطن. بالضبط. هلأ للأسف يعني بقول لك بصراحة اليوم عم يتسعر سعر ربطة الخبز، بس أني عم يلعبوا بالأحجام في عم تعملوا دوريات هيك طبيعي. أول شيء لازم يكون الوزن، نوعية الطحين وناخد عينات، ويعني عم يتابع كل شيء طبيعي بالعدد الموظفين الموجود. عم نعمل الأكثر ما فينا بالإمكانيات الموجودة. اليوم ما فيني أقول وأدعي أنه اليوم أنا عم راقب كل لبنان كل يوم بكل القطاعات. اليوم نحن قسمنا حالنا، لمن أنا كنت أعمل لك لما جيت على الوزارة، أنه صار عندنا نوعين من الرقابة. بنعمل نوع من الرقابة القطاعية، أو الرقابة هي الرقابة القطاعية، وبنعمل رقابة جغرافية. الرقابة القطاعية اليوم كل الدوريات بكل لبنان بالمصالح وبالمديرية المركزية ببيروت بيراقبوا قطاع معين. اليوم يمكن براقب المي، ما عامل تكرير المي، لانه بتعرفي كلنا بنشتري مي للشرب. فبكل لبنان بياخذ عينات، لانه هيدا يمكن مثل هيدا يمكن مثل هيدا. وبنفس الوقت بيكون في دوريات على الارض بتمسك منطقه معينه بكل مؤسساتها وبتاخذ منها عينات وبنفحصها، وطبيعي بناخذ الاجراءات اللازمه. يعني احنا بنهايه الحلقه بدنا نركز ونقول للمستهلك اللبناني ما يتردد اطلاقا، ما يتردد اطلاقا، لا اذا لاحظ غش بالسعر، او اذا لاحظ غش بالنوعيه، او اذا لاحظ اي نوع من انواع الاحتكار او الغش، انه يتواصل. وبدي اتمنى يكون في ثقه دولي. يمكن مرات
يعني بنعتذر بنتعوق لنحل الشكوى، مش لانه بنتعوق، اول شيء مرات بتاخذ تحقيقات كثير، ثاني شغله انه عدد الموظفين الموجود منه قادر يحل بيوم واحد كل الشكاوى اللي بتورد. اكيد منه ربوع يعني، بس اكيد ما بتنهمل بلا شكوى. انا بشكر حضورك معنا اليوم، يعطيك الف عافيه، وبقول للمواطن اللبناني عزي ثقتك بالدوله، وفيك تحاسب في حال لا سمح الله كان في اي تقصير. شكرا لك ست علي عباس، لكل العاملين معك، وبعطيكم موعد دائما. وانا بدي انتهز هالفرصه لاشكر المراقبين اللي عن جد بهالشوب وبالشمس وبالشتاء وبالبرد بكونوا على الارض وحاضرين، والحمد لله عم بقوموا بشغلهم كما يجب. شكرا، اذا الى اللقاء مع الحل عنا ام تي في.